السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارير شيفيلد. يعني الحلقه دي انا متحمس ليها جدا، وحاسس ان شاء الله ممكن الدنيا تظبط معانا بقى شويه، والاداء بتاعنا يختلف عن الحلقات اللي فاتت. انا عارف ان الفريق في مركز صعب جدا وفي موقف صعب كمان، احنا كمان داخلين على الميركاتو وهنحاول نوفر فلوس ونحاول نجيب سنتر باك كويس يقدر يشيل الفرقه الفتره الجايه. كمان مودي عمرو كان اقترح علينا ان احنا نلعب ارشر مهاجم اساسي، انا بس قلت له ان احنا يعني او بقترح عليكم كمان ان احنا نسيب بروخا، يعني الحلقه دي نديله اخر فرصه، لو بروخا ما ثبتش نفسه او ما قدرش يجيب جوان معانا ويفوق معانا كده نلعب ارشر بقى الفتره الجايه اساسي. حلقه النهارده زي ما انتم شفتوا هنبدا بيها بماتش استون فيلا، ونخش على ماتش لوتون تاون وماتش مانشستر سيتي، وبعد كده نخش بقى على شهر يناير في البركاتو، عندنا ماتش كاردف في الكاس، ويست هام وكريستال بالاس. لو حصلت ظروف لا قدر الله وخرجنا من الكاس ولا حاجه، ساعتها هنخش ناخد ماتش من شهر فبراير، ناخد ماتش استون فيلا، يبقى بدانا باستون فيلا ونختم باستون فيلا. اما لو كسبنا في ماتش الكاس هيتحط لنا ماتش كاس في وسط شهر يناير، وساعتها هنلعبه طبعا ونأجل بقى ماتش استون فيلا الحلقه الجايه. بس هبدا الحلقه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات. يلا بينا نشوف يلا الحلقه فيها ايه. حلو يا برون، خلص خش. مين طب جاي يا جماعه؟ معاك الله يا نيلسون على الكره دي، حلوه حلوه قوي يا نيلسون. نطلع كده هامر تاني، عرضيه حلوه بقى، الله على اللعبه دي. يلا حلوه، خش يا بروخا. حلوه يا ميلوت والله، ما اعرفش شالها ازاي الواد مارتينيز ده. تاني بقى يلا كده يا راجل، ماشي حلوه. مش ممكن مش اوف سايد الكره دي يا هودتش، حرام عليك يا هودتش. خش يا بروخه بقى انت بقى، حلوه يا بروخه قوي الكره دي، جول المفروض بقى. مش ممكن على الحظ والله بتاعهم. لسه الكوره فين سوزا يا ابن اللعيبه؟ يا سوزا كرة حققها جول من الاول والله يا شباب، واحنا بنحبك برضه يا سوزا والله كلنا. هو بص رزل في كل حته والنبي، حلوه يا نفس قوي، حلوه يا بروخه الضغط ده، كمل بقى والنبي. جون خلص، حرام عليك يا راجل بقى، مش ممكن يا جماعه الفرص دي. اطلع لو بقى، اظن الكره دي بقى كاونتر اتاك حلو قوي. يلا نيلسون خش انت بقى نيلسون. يا جماعه ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ والله العظيم حرام الفرص دي والله بجد. يعني قافل بقى كويس بقى، الحمد لله حافظ على الكوره بقى شويه بقى. طب حلو، خش انت سريع. يلا بروخه والنبي بروخه يا جماعه، فيها يا جماعه هي بروخه بتحط الكره صح يا بروخه يا راجل، حرام عليك قافل، حرام يا جماعه، حرام والله العظيم الفوز بإننا يروح بالشكل ده كده، حرام يعني بجد. احنا احسن بينهم في كل حاجه يعني. يلا ارشر كره حلوه قوي، والنبي ماكيتي، والنبي ماكيتي خش يا راجل، حرام عليك يا ماكيتي، فرصه حلوه يعني. صفر يا حكم بقى، يعني بالنسبه لي تعادل بطعم الخساره والله النهارده، ده انا 3 نقط مننا مهمه جدا، كان ممكن نخرج بال3 نقط ملعب استون فيلا. ندخل بقى على ماتش لوتون تاون، المفروض بقى الماتش ده اللي نضمن فيه ال3 نقط بتاعته بعد التعادل قدام استون فيلا، محتاجين ناخد ال3 نقط بتاعت ماتش لوتون تاون ان شاء الله. يلا بروخا كره حلوه قوي يا بروخا، والنبي جون بقى، اخيرا يا بروخا بقى، اخيرا يا اخي. ايه في الالو خطر والنبي، الحمد لله. يلا يا جماعه حرام عليكم يا جماعه، هي هودتش فيها هودتش، ما
ما تزقه ولا اديله كتفه ولا اي حاجه. يلا نيلسون، حلوه الكره دي، بروخه خلص النبي يا ابن اللعيبه يا بروخه. لا النهارده انت مفاير يلعب معانا والله، بروخه النهارده بص يعني فايق مش اوف سايد. والله نفسي نحط التالت، نفسي مره نتقدم فرق جونين. خلص يلا تعالى كده فيرون، يمكن تصلح غلطتك دي بقى. ماشي ارضيه حلوه والنبي حلوه، يا خبر ابيض يا ميلوت. تعالى كده فيرون برضه نفس الكره قصيره كده مش عارف بس ماشي حلوه. ضرب الجزاء يا حكم، ايوه كده اخيرا بقى الحظ يخدمنا شويه. صحصح بقى يا بروخ في الكره دي، يلا بروخ والنبي اخر ضربه جزاء انت مخايش فيها والنبي يا بروخه. اول هاتريك لبروخه معانا، خش بقى بسرعه يلا توماس. ليستر عايزه ترجعه تاني خلاص، قالت لك بقى ايه الواد حلوه جون دي بقى يا ابن اللعيبه ماكيتي. ليستر هترجع خلاص توماس من الاعاره لان هو ما بياخدش دقايق كافيه، فشايفين ان اعارته مع معانا مش ناجحه قوي. حلوه ماكيتي قوي، خش انت بقى يلا يلا ارشر جون دي بقى، حط يا ارشر. لا دي فتحت فتحه جامده يا جماعه. مبروك يا شباب، فوز مهم جدا وفوز كبير بنتيجه عريضه قدام لوتن تاون. يعني كان فوز متوقع بصراحه، يعني لو ما كناش نكسب لوتن تاون هنكسب مين؟ ده طبيعي يعني، نتيجه انا كنت متوقعها، وبصراحه لو كنا ما جبناش الثلاث نقط كنت هبقى في موقف صعب جدا قدام الناس كلها ومش عارف ابرر اي نتيجه بعد كده ثانيه وحشه. طبعا الفيفا لتنا ماشيين كويس وبنكسب وعاملين نتائج كويسه، قالت لك بقى نحط له ماتش السيتي عشان يخسر سلسله الانتصارات بتاعته، ربنا يستر الماتش ده. هو هالاند بس اهم حاجه في ظهرك بوندي طبعا، حلوه نفاس حلوه هوديتش قوي. مين جاي بسرعه يا جماعه بقى هنا بقى؟ حرام والله العظيم الغلطه دي يا جماعه، يعني مقفلين بقى لنا نص ساعه كويس جدا وماشيين صح قوي، غلطه واحده تكلفنا كوره. ما تسيبوش بقى يا خبر ابيض على الكوره دي، خش يا بوجل لسه والله كمل الراجل ده. لا بوجل والله بس تعب فيرون خلاص. فين بقى اللي جاي معاه بقى يا بروخه؟ حرام عليك يا بروخه، دي مش هتجيلها فرصه تاني. خلي بالك يا نهار ابيض على الكوره. اقفل يا ايجن، مفيهاش اي حاجه يا حكم. لا يا حكم، لا يا حكم حرام عليك، داخل على الكوره يا ايجن مفيهاش حاجه على فكره. طب يعني نشوف بس يا جماعه بالراحه بقى، ما هو داخل على الكوره يا جماعه اهو. يخرب بيتك يا هالاند. طبعا يا جماعه انتوا شايفين الماتش صعب ازاي، يعني عشان اخرج قدام السيتي اصلا يعني تعادل ده معجزه او انجاز بمعنى الكلمه، فان خسرت 4-0 دي انا عارف ان الفريق دفاعيا مش احسن حاجه، بس انت بتلاعب برده مانشستر سيتي بطل اوروبا وبطل البريمير ليج، فالوضع صعب قوي. يعني ندخل بقى على ماتش كاردف في الكاس، يعني طبعا انا بحاول اوفر فلوس دلوقتي عشان لو عايزين نجيب مدافع كويس، وان شاء الله قريب بقى هتسمعوا اخبار كويسه في لعيب نخلص فيه بدري ان شاء الله. يعني قافل يا لو كده بسرعه يا لو، ما تسيبوش كده يعدي كده، خطر الكره دي بقى. لا يا ايجن يا ايجن حرام عليك يا ايجن، يا ساتر يا ايجن، مش ممكن يعني على الغلطه دي. انت كانك بقى عرفت ان احنا بندور على سنتر باك فبدات تخرف بقى الراجل، بلاش وجع قلب بقى. حلو انا بس تعالى بقى لو بقى، خش يلا يا ارشر انت اسرع، خلص يا ارشر. الله يا ارشر على الجول ده،
الواد لعيب والله، وعايزين نستثمر فيه برضو. الواد ده لو قدرنا نطوره ممكن يتباع بسعر كويس الموسم الجاي. قابل ابو جول انت بسرعه، حلو ابو جول والله، كمل بقى يا ساتر على الكوره، حلوه نفس قوي الكوره دي. يطلع ابو جول بقى، هاند بول لسه جون دي. يا نيلسون خلص يا نيلسون، حلو يا سوزا، بدأ سوزا يفوق وكان برضو معانا. كونتر اتاك بقى، حلو يا بروستر، نفسي بقى تعمل حاجة يا بروستر، تثبت نفسك في المكان ده يا بروستر، يا بروستر حرام عليك. قابل كده يا تراستي، انزل له لو، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن على الغلطة دي، احنا عمالين نضيع فرص كتير وممكن نخسر الماتش بسبب الفرص اللي ضاعت دي. يا ساتر على الكورة، ايه في الطبع ليه يا جماعة، حرام يا جماعة، ما تقفل يا تراستي، خش يلا كورة حلوة اهي، خش يا بروستر، اظن الكورة دي جون بقى يا بروستر، حرام عليك، انت عايز اسهل من كده يا راجل تاني ايه؟ يلا كورة حلوة، خش يا بروخة انت يا بروخة يا ابن اللعيبة، هو بروخة يا جماعة اللي هيخلصها من بدري. يا ساتر على الكورة، طب انا اقول في الدفاع ده خلاص، انتوا حكمتوا كده خلاص، ان يعني حكمتوا على نفسكم، لازم سنتر باك يجي كويس يلعب جنب هوديتش، يعني يشد الدفاع والمهازل اللي بتحصل دي كلها. يلا بقى خش، فين اللعيبه هنا يا جماعه؟ روخة، مش ممكن على الكوره دي، خلاص الماتش خلص، للاسف خرجنا بره الكاس يا شباب. يعني عملنا كل اللي نقدر عليه في الماتش ده، ضيعنا فرص كتير ودي طبعا يعني غلطه تتحسب علينا، لكن الدفاع ما زال فيه مشكله كبيره، واحنا بنحاول طبعا نحل المشكله دي في يناير، وبندور على حد مناسب للفرقه ومناسب لطريقه لعبنا، بس الفلوس عامل مهم في الموضوع ده. ماتش وست هام في الدوري بقى، احنا خارجين من خساره كاردف في الكاس، والفرقه يعني بتكح تراب، مش ناقصين بقى اي نتائج تانيه سلبيه ولا حاجه الفتره دي، هنحاول ان شاء الله نخرج بالثلاث نقط في ملعبنا ونقرب شويه من الخروج بقى من منطقه الهبوط دي. اطلع له، تعالى بقى بسرعه كده، فكره حلوه، مش اوف سايد، خش مش اوف سايد والله، خلص الله على الجول ده، حلوه يا ميلوت والله، تعالى يا بوكل بقى، حلوه ما تخلص يا بوجل، ارجع بقى وصلح غلطتك بقى. يا ساتر على الكره دي يا جماعه، حرام يا جماعه، بس يعني نفس، انا بس انا عايز افهم التساب الزاويه دي مفتوحه ازاي، نفس كده انا مش قادر افهم بصراحه يعني. خش انت بقى، يلا كره حلوه دي يا ابن اللعيبه، حلوه ولا ملت والله، بص ممكن بيتفرج ازاي، يا ساتر على الكوره دي، ده انا قلت جون والله، حلو ولا لو والله، كمل كورتك بقى صح بقى، انت عملت الصح يعني، يا نهار ابيض على الكوره، عشان انا بس والله، لا ما ترميش نفسك كده يا حبيبي، بلوك عليه سوزا والنبي، باينه 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 اللعبه حلوه وباينه انها هتخش جون، باينه بصراحه. يطلع نيلسون بقى، ماشي خش، هي فاول اصلا الكره دي، حلوه يلا ملوت، حط بقى يا ابن اللعيبه يا بروخه، ايوه كده، غاب الشوط الاول بس ظهر في الشوط الثاني بشكل حلو، يلا كره حلوه، خش يا بيرون،
حلوة. يلا الكرة دي جول المفروض. يا ابن اللعيبة الواد بيلد النهاردة في الفورمة بصراحة. بص نموت نفسنا بقى في بقية الشوط ده، ما فيش كرة على ناحية جولنا خالص. لا 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 يا شباب، لا لا مبروك بجد، ثلاث نقط مهمة جدا والله. يعني ناخد ثلاث نقط من ويست هام دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي. اخيرا يا شباب خلصنا صفقه المدافع ماكسيم ستيف. يعني انا بعت شرابات لعيبه عشان اقدر اجيب اللاعب ده يا جماعه، يعني كلفنا كتير قوي حوالي 7 مليون، يعني مبلغ كبير طبعا بالنسبه لنا. احنا ما كانش معانا ولا جنيه في الخزنه بتاعتنا، لكن قدرنا نجيب مدافع كويس، مدافع هيضيف للفرقه، عنده 21 سنه، بوتنشال كويس جدا، هيتطور مع الوقت. حاليا هو افضل من ايجن ويقدر يلعب وجاهز ان شاء الله يلعب اساسي. ماتش كريستال بالاس بقى واول ظهور لماكسيم ستيف، وان شاء الله يعني لو قدر يطلع كلين شيت في اول ماتش ليه كده تبقى حاجة مبشرة وتحمس الفرقة ان شاء الله تاخد سلسلة انتصارات كبيرة. يعني نوطي يا سوزا بسرعة، يا سوزا اعمل صح تاكلينج، صح يا سوزا، حلوة ماشي، اقفل بقى، حلوة انا بس صح يا هودتش قوي، كاونتر اتاك بقى خش. يا سلام على اللعبة دي، والنبي يا نيلسون خلص، حط يا نيلسون، يا نيلسون حرام عليك يا نيلسون، من اول مره هاتها بقى. يلا يا ابن اللعيبه يا بروخه، ماشي حلوه، يا سلام على اللعبه، خش يا نيلسون، كمل يا نيلسون كورتك حلوه. جون دي بقى، الله عليك يلا يا ملوك يلا، الواد ملوك بقاله فترة اون فاير معانا والله. خطر خطر الكورة، يا نهار ابيض على الكورة، حلوة انا بس، راجع بسرعة يا سوزا، اقفل يا ستيف، يا ابن اللعيبة يا ستيف، لا جامد يا ستيف، جامد قوي والله. يلا اول خطر قوي، ارجع هودتش كده، اقفل الزاوية المفتوحة دي، طلع حلوه يا هودتش قوي، خش انت بروخه، يلا همر شوت يا همر، حلوه حلوه همر قوي، لا وحشه دي قوي، ده فتحه فوق سودا يعني، خلي بالنا والنبي بقى، حلوه نفس شال جون يا جماعه، نفس والله العظيم شال جون، هو الراجل ده شعره ماله فيه ايه؟ اضغطوا بين يلا يا جماعه، حرام يا جماعه، حط رجلك يا ستيف، انت ماشي كويس طول الماتش يعني، حلو الكوره لسه مش اوفسايد، يلا ارشر خش يا فيرون، كوره حلوه والله العظيم، الكوره دي ما جاتش جون ازعل قوي، خطر الكوره حلوه، بوجل طلعت يا حكم، تعادل عايز مش عايز مستحق، بس يعني احنا ضيعنا فرصه اللي جت في العارضه بتاعت ماكيتي دي، كانت لو كانت جت كنا ضمننا الثلاث نقط في الماتش الصعب ده، بس كويس اداء كويس جدا واداء مقبول من ستيف في اول ماتش ليه في الدوري، وان شاء الله اللي جاي احسن من كده. ماتش استون فيلا في ملعبنا، يعني لو كسبنا الماتش ده هيبقى لاول مره ممكن نخرج من مناطق الهبوط، يعني من اول ما بدأنا الموسم واحنا ما خرجناش من مناطق الهبوط خالص. فوق خالص يا سوزا، يا ستيف امسك يا نفاس، يلا همر، معرفش همر جاي في الشمال ليه بس مش مشكله، حلوه حط يا فيرون،
يا ابن اللعيبه، اخيرا انا فيرون عملت حاجه حلوه بقى. يلا بقى حد يركب. يا خبر ابيض على الفرصه دي، مش ممكن يا جماعه. خطر الكره دي بقى قوي، دي خطر دي. الحمد لله حلوه نيلسون قوي، والله العظيم الكره دي المفروض تمام هجون لو بنفهم صح بقى، لو يحطها خلص يا ابن اللعيبه. يا لو اخيرا يا جماعه جبنا اول مره احس نتقدم 2-0 كده مرتاحين. ان شاء الله الثلاث نقط بتوعنا. خطر الكره دي، فين ستيف؟ يا ساتر على الجون، ملوش اي لازمه في وقت يعني يقتلنا الوقت ده بقى. حلوه، فين بروخه؟ خلاص يا بروخه يا راجل، حرام عليك يا بروخه، ادي جون دي. وحشه الكره دي قوي. يا خبر ابيض على الكوره، لو تعادلوا يا جماعه هزعل قوي والله. يلا ارشر، الله كورة، والنبي ارشر. يا خبر ابيض يا ارشر على الكوره، يا ارشر دي كانت جون دي يا حبيبي. كره حلوه بقى، يا سلام عليك يا سوزا، كره حلوه. راجع بقى بسرعه، اقفل هودج. حلوه حلوه، انا بس والنبي اوفسايد يا حكم. يعني نقطة طبعا، يعني أنا كنت فرحان بالثلاث نقط أكتر بصراحة، وكنت محتاج الثلاث نقط أكتر، بس للأسف يعني الجول اللي دخل فينا من مارسيال ده في آخر 10 دقايق ولا ربع ساعة أثر فينا جدا، وخلانا خدنا نقطة بدل الثلاث نقط. طبعا يا شباب زي ما أنتم شايفين يعني صراع القاع لسه مشتعل، إحنا في المركز ال 19 لكن قربنا كتير الحمد لله نخرج من المكان ده، يعني محتاجين بس ثلاث نقط كمان وممكن نفلت من المراكز الأخيرة دي إن شاء الله، ونطلع بقى نشم نفسنا شوية في المراكز اللي فوق. بس ربنا يسهل بقى الحلقه الجايه، نحاول ناخد الثلاث نقط في اول ماتش هيكون معانا، هيكون لوتن تاون، وتبقى بدايه خير كده علينا في الحلقه الجايه. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه، لو عجبتك الحلقه اعمل لايك للفيديو واشترك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، السلام عليكم.